فيما يخص الربط السككي مع شلامشة بصرة والشروع بهذا المشروع، هل ستشارك إيران في الربط السككي الذي يسير في الأراضي العراقية، أم أنها ستكون فقط شركات إيرانية يتم التعاقد معها لمد هذا الطريق السككي داخل العراق؟ المسافة الموجودة ما بين الشلامشة ودخولا إلى الأراضي العراقية هي 33 كيلومتر إلى محطة القطار في الكزيزة. المشروع هو أحد هذه المشاريع التي تكفل بها الجانب الإيراني، هي 1000 متر اللي هو جسر على شط العرب في جزيرة من جزيرة السندباد إلى الجانب الثاني، وكذلك دخولا للأراضي العراقية 16 كيلو البدء فيها ألقام، وكذلك هذه حولت لشركة إيرانية لإزالة الألقام. وباقي الطريق اللي هو المد السككي من منفذ الشلامشة إلى الجزيزة هو في عند الحكومة العراقية ووزارة النقل العراقي إلى أي شركة تعطيه للشركات العراقية. هذا الأمر هو في وزارة النقل أن تعطيه لشركة عراقية شركة إيرانية، أو يكون عمل مشترك شركة إيرانية وعراقية، هذا التصميم لوزارة النقل. الجانب الإيراني هو يتبرع بمسير 1000 متر من جزيرة السندباد، وهذا هو تبرع من الجانب الإيراني صح؟ نعم، هذا هو تبرع، الاتفاق مع وزارة النقل أن تعمله الجمهورية الإسلامية الإيرانية.